وبركاته. معكم المدربة هيفاء سلامات من شركة التاج الذهبي، حابين نعمل لكم أنواع الدرزات على ماكينة براذر F155 بأشكالها. هاي عنا مصفرة 00، حابين نختار لكم مثلا موديل غرزة الفلاحي 99، عنا هون زائد وناقص، هاي 9 بالطريقة موجودة، وعنا هون طول الغرزة وعرض الغرزة، طول الغرزة وعرض الغرزة، حابين نعملها احنا للنهاية لـ7 عشان يعطينا حجم التطريز. هي هيك عنا، ننزل الإبرة بالشكل هاد ونبلش. عنا هون تحكيم السرعة، يعني هاي هيك تحكيم السرعة، وسط هاي الغرزة الفلاحي، وكان نستخدمها على الكوم، على الياقة، على القبة، على أطراف الجيبة حسب.